عدوا معايا، ادي واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة. خمس وصفات كلها من غير لا لحمة ولا فراخ ولا سمك. بنستخدم النهاردة، بنستخدم الخضار، وبنحاول نحل البروتين النباتي الرائع محل البروتين الحيواني. يعني بنشيل لحمة وفراخ، نستخدم بقى كل ما هو بروتين نباتي وطبعا الخضار. عايزه اقول لكم ان انا النهارده مثلا اول وصفه معايا ميكس ما بين الخضار وما بين عندي هنا البقوليات الغنيه جدا 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 بالبروتين النباتي. هعمل كوسه خطيره طعمها حلو قوي، عايزه اقول لكم ارشحها بشده لاي حد معدته تعبانه، اي حد حاسس ان هو عنده مشاكل في الهضم، عنده مشاكل في القولون. عايزه اقول لكم الكوسه يا جماعه من الحاجات اللي بتريح المعده جدا. هحاول ان انا النهارده استخدم فيها بهارات قليله جدا، وكمان عندي هنا الكرفس في الوصفه دي مع النعناع، يعني ميكس خطير، كوسه نعناع كرفس. اتفرجوا على الحلاوه، ريحتها اصلا هتتكلم عن نفسها. وهحط جنبها كمان او معاها في الطبق ده هحط البروتين النباتي اللي هو النهارده هستخدم حمص. حمص بنقعه لمده 24 ساعه وبسلقه عادي جدا جدا في ميه سخنه ومعاها ذره ملح. تيجي نشوف بقى هنعمل ايه، يلا بينا. اول حاجه عديت فلخبطت. اول حاجه هعمل الكوسه بالكرفس والحمص. طيب مقاديري ايه؟ كوسه عاديه جدا صغيره كبيره تفرقش معايا، قطعتها بالورب. طيب هحتاج كوبايه حمص مسلوق، قلنا سلقناه ازاي؟ بصل مفروم، فص ثوم مفروم، ملح وفلفل اسود، وكمان رشه جوز الطيب، نعناع جاف، حبهان مطحون، وكرفس. يا جماعه خدوا الورق بتاعه وخدوا العيدان بتاعته خطير. وكمان نروح مقدمينه جنب، يعني ممكن نخليها شوربه وممكن كمان يا جماعه اقدمها كخضار مع الرز او المكرونه. طبعا انا هقدمها جنب رز ابيض بسيط جدا جدا. مقادير ما فيهاش مقادير، يعني عارفين ان احنا الكاميرا عماله تروح وتيجي، هو ما فيش فعلا حاجه، هي الكوسه هي الاساسيه معايا، والحمص وبصل وتوم، مكعب مرقه، رشه جوز الطيب، ملح وفلفل اسود، حاجه بسيطه جدا. طيب هعملها ازاي؟ زي ما بقول لكم انا ممكن اروح عامله لها صوص تقيل وممكن اسيبها بالصوص بتاعها الخفيف ده مع الحمص. عايزه اقول لكم في حته تانية. طيب اول حاجه، وبحاول ان انا في الايام اللي فيها يوم سبت ان انا استخدم كمان يا اما زيت زيتون يا اما زيت نباتي، وما استخدمش كمان لا سمنه ولا زبده. ليه؟ هم دول فيهم اضرار. احنا اتفقنا ان كل المواد الدهنيه مهمه لجسمنا. انا استخدمت زيت زيتون، يعني السمنه والزبده والزيوت النباتيه وزيت الزيتون، ولكن كله يا جماعه لازم يكون بحساب، ما ينفعش ادلق غير بقى طبعا القلي، احنا بنتكلم في كده في حته تانية. لكن زبده وسمنه الحاجات دي هايله، وكمان عندي هنا زيت الزيتون وحتى زيت النباتي يا جماعه برضو نسبه المسموح بيها ان احنا نستخدمها بكميات قليله في اكلنا عادي جدا. طيب تعالوا بقى نحط عندي هنا ايه، شويه البصل، واقلبها تقليبه حلوه، واحط كمان الثوم. عارفين مش احنا لما بنيجي نعمل الكوسه بشاميل مش الاول انا بشوح عندي هنا الكوسه في ثوم وزبده وملح وفلفل اسود وجوز الطيب ورشه نعناع؟ عايزه اقول لكم ان انا ساعتها ببقى عايزه القط الكوسه من حلاوتها. انتوا خلاص عرفتوا ان فيفا بتحب الكوسه، بعشقها بعشقها يا جماعه، بحبها بجد بكل اشكالها وكل طرق تقديمها حتى الحلو بتاعها بحبها. علشان كده وصفات الكوسه تلاقوني ايه بحب اكترها، لاني عايزه بجد تستمتعوا بيها، تستمتعوا بطعمها الخفيف اللذيذ، غير ان هي بقول لكم خفيفه على المعده بطريقه غير عاديه غير عادية، وسعراتها الحرارية يعني تكاد تكون معدومة، لأن نسبتها نسبة تكوينها بشكل كبير مية، فسعراتها الحرارية قليلة جدا زي كده الخيار. أروح مقلبة تقليبة حلوة، وبعدين أنا عايزة بقى إيه أحيق عندي هنا
البصل وبيق الثوم علشان احط الكوسه، تاخد الكوسه من الاطعمه دي. احط النعناع الجاف وكمان رشه الحبهان، رشه جوزه الطيب، وعندي هنا المكعب كمان. ويلا بقى ادي عندي هنا احط ملح بسيط قوي عشان انا حطيت مكعب المرقه، واحط كمان رشه فلفل اسود. لو معدتكم تعباكوا بلاش فلفل اسود، بلاش كمان مكعب. وهحط هنا كمان شويه بابريكا تلون لي هنا الاكله. ودي تقليبه حلوه، اطحن كده المكعب واحمصه يطلع نكهته. بص انا هنا كده تبلت عندي الاول البصلايه والتومه، اروح منزله بقى الكوسه اللي انا مقطعاها. مهم جدا ان انا يا جماعه اغسل الكوسه حلوه قوي، وبعدين اقلمها بالسكينه علشان لو فيها اي حاجه لازقه. واسيبها بقى كده، وهحط كمان بقى زي ما قلت لكم عودين ثلاثه كرفس اهو. نكهه خطيره، هتعجبكم قوي قوي. طيب انا عندي هنا الحمص مسلوق، هحطه امتى؟ لا انا عايزه اشوح لي الاول الكوسه دي حبه حلوين، واضمن ان هي دخلت في سوا. احط لها شويه ميه كمان صغيرين، عايزين تحطوا عليها معلقه دقيق وتقلوا الصوص بتاعها، عايزين تعملوا كل ده وبعدين تروح حاطين عليها ميه وتعملوها شوربه. عايزه اقول لكم من احلى الشرب شوربه الكوسه، خطيره طعمها حلو قوي وكمان خفيفه قوي. نحط بقى شويه ميه ونقلب اهو. شايفين انا عملت صوص خفيف خالص علشان الكوسه تاخد النكهه اهي. حته طلعت، واسويها مش عايزه اكتر الميه، شويه شويه كده احس ان هي الميه قلت احط. وبعدين احط بقى عندي هنا الحمص علشان ازود الطبق حلاوه على حلاوته. الحمص يا جماعه من الحاجات زي ما بقول لكم الخفيفه اللطيفه اللي هي بتجمل الطبق كده وبتديله طعم تاني. حتى انتوا تلاقوا ان انا بدات ادخله كتير في اكلي كتير، لا ولسه هنعمل منه اكله كمان النهارده حلوه قوي. طيب انا هنا اقدر اقول لكم اني خلصت اول وصفه، اظن ما اخدتش معانا حاجه خالص. احنا كل اللي احنا عملناه ان احنا حطينا البصله والتومه شوحناها وتبلنا كل عندنا البصله بالتومه بكل البهارات اللي عندنا. عندنا هيرو هنا هو الكرفس والنعناع الجاف، بس الكرفس طبعا فريش. وكمان حطيت بقى الكوسه قلبتها تقليبه حلوه، وحطيت بعد كده الحمص. هسيبها تستوي بهاراتي دي